بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي، أطلنا عليكم وضاق الوقت بنا، ولكني أوسر أن أبدأ بحادث صباح اليوم في محطة السكة الحديد بالقاهرة، حادث قدري، انفجار في قطار اصطدم وتسبب في إحراق عديد من المواطنين واحتراقهم. أرجو من حضراتكم أن نقرأ لهم الفاتحة رحمة لهم باعتبارهم أيضا من الشهداء. وإياك نستعين، غير المغلوب عليهم. في حادث اليوم أنا شاهدته على اليوتيوب، فلفت نظري عندما حدث الاحتراق بالمواطن بالناس، شفت مشاهد بشعة. النار التهمت وأمسكت بتلابيب عديد من المواطنين، بعضهم لم ينجو، لكني شاهدت مواطن بمفرده بعد أن فر كل المحيطين بالمحترقين من الاقتراب منه، لوحده استطاع أن ينفق حوالي 5 أفراد باستخدام المية. أنا بسجل تحية له كمواطن مصري حقيقي شريف يستحق التكريم ويستحق التخدير، ولو أن الأمر بيدي لكرمته اليوم إذا توصلنا إليه أو علمناه. ولأنه أيضا هذه الحادثة أو هذه الوقائع تذكرنا بالقيم الكلية اللي إحنا بندعو للتمسك بها. ما هي نجدة الآخرين من المصائب؟ هي رسالتنا إحنا، مهمتنا كمحامين أن نساعد المحترقين على النجاة، والمضرورين بضياع حقوقهم برد الحقوق. هي قيمة واحدة، قيمة واحدة عظيمة إحنا متمسكين بها كمحامين بنمارسها كل يوم. إحنا كل يوم كل واحد فيكم إما أن ينقذ حياة مواطن أو يسترد حق لمواطن أو يعيد إليه حقه هو أو لأسرته أو يدافع عن حق من حقوق الوطن. هذه هي القيمة الكلية اللي إحنا نعيشها كمحامين. أيضا هذه القيمة تجعلني أتحدث في هذا الاجتماع المشترك، مش مشترك بين شمال وجنوب، إنما مشترك بين الشباب والشيوخ، إن احنا حرصنا على أن يتم تكريم الشيوخ والرموز في حضور الشباب، شباب معهد المحاماة، لكي يقرأ ويسمع ويرى ويشاهد ويشعر بما أرساه هؤلاء الشيوخ من نجاحات في المحاماة، نجاحات على المستوى المهني والمستوى الإنساني والمستوى النقابي والمستوى الاجتماعي والمستوى الوطني. حريصين إن احنا نلقن أبنائنا دروس في الوفاء. الوفاء قيمة،
أيضا قيمة كلية غير قابلة للتجزئة، أن نكون أوفياء لمن أدى رسالته، ومن زاد في عطائه، ومن نجح حتى في عمله. هذه القيمة هي اللي احنا بنتمسك بتثبيتها وأيضا بترسيخها. احنا عايزين نعلم ولادنا أن المحاماة مش وظيفة، مش مهنة، مش حرفة، مش شطارة. المحاماة مش خطف حقوق، المحاماة قيمة، المحاماة فروسية، المحاماة رجولة. ولا أقصد بالرجولة هنا النوع، وأنا ما أقصد الرجولة هنا الصفة، الصفة التي يجب أن يتسم بها الإنسان الناجح في حياته. المحامي من أولى صفات الرجولة، رجولة في النجدة، الرجولة في العطاء، الرجولة في الدفاع عن الضعفاء. هذه القيمة التي نسعى إلى أن ندعم بها أبنائنا، لكي يفهموا أن المحاماة ليست جمل ومش عبارات ومش نصوص قانونية، وإنما المحاماة البحث عن الحياة وعن النجاح فيها وعن تثبيت أركانها وعن تكريس جهودها في خدمة المجتمع وفي خدمة المحامين. دائما نوصي أبنائنا بأن يحافظوا على هذه القيم الكاملة، زي الرجولة، قيمة احترام النفس. واحترام النفس هي التي تجبر الآخرين على احترامك، واحترام النفس تعني أن تحترم الكل سواء بسواء، لا تقدم أحد على أحد في الاحترام، لا تقصر احترامك على القوي فقط ولا على الكبير فقط ولا على أصحاب الجاه فقط ولا على الأغنياء فقط. عندما تقصر احترامك على هؤلاء تكون قد اتصفت والعياذ بالله بصفة النفاق. الاحترام هو أن تحترم الصغير قبل الكبير، والفقير كالغني، والمدير كالغفير، لأنه هي دي القيمة اللي احنا حريصين على أن نرسخها في أبنائنا. فالمحاماة هي قيمة، قيمة وفروسية ورجولة وشهامة وكبرياء وعزة. قيمة يجب أن نستمسك بها، نستمسك بكل ما فيها من قيم، نستمسك بتثبيتها. في آخر لقطة من لقطات الفيلم التسجيلي اللي ذيع رغم طوله الممل اللي أنا يعني زهقت منه ساعة تقريبا ولا ساعة لربع، كان في لقطة عن لجنة الخمسين، وتحديدا في الجلسة دي كان جلسة التصويت على نصوص الدستور اللي نجحنا فيها لأول مرة في تاريخنا، تاريخنا الوطني كله والسياسي كله وعلى مستوى العالم كله، أن يخصص فصل في الدستور للمحاماة، فصل اسمه المحاماة. لأول مرة في أي دستور ينص على تثبيت المحاماة وعلى شراكتها للعدالة، شراكتها للقضاء في تحقيق العدالة، لأول مرة. إحنا نجحنا في أن إحنا نضع النص ده في قانون المحاماة، لكن أن ننجح في أن نضعه في الدستور ونرتب عليه نتائج في تثبيت هذه القيم، ده معناه أن المحاماة قد باتت في المجتمع ذات قيمة تستاهل، تستاهل أن نقدر أداءها وتطويرها، ونظرة المجتمع إليها من حيث أنها رسالة مجتمعية. يسعى الوطن إلى أن يستفيد بهذه المحاماة،
من أجل ذلك لما كنا بنتحدث حتى عن تنقية الجداول كان ده أحد الحوافز، أحد الحوافز إنه التنقية دي لصالح القيمة، والتنقية بكل تفاصيلها كانت معركة شرسة كلنا ساهمنا فيها، انتوا ساهمتوا فيها معايا، مش بس نقيب مجلس النقابة، المحامين اللي احتملت الشروط والضوابط والتضييقات المختلفة وتحملت مشقة الثبوت فيها، هي دي اللي نجحت المشروع، هي دي اللي نجحتنا في المعركة. احنا منتظناها عندما طبقناها، وعجبني تعبير قاله محامي كبير، قال احنا أممنا المحاماة باللي انتوا عملتوه. المحاماة كانت رايحة، ما كانتش بتاعتنا كلنا، ما كانتش بتاعت المحامين، المحاماة كانت بتاعت المحامين وغير المحامين، غير المحامين اللي معاهم كارنيهات وما بيشتغلوش بالمحاماة، فكانت المحاماة شائعة بينا. اليوم احنا استردينا المحاماة، أوكدنا أن ننتهي من اللمسات الأخيرة لهذا الضبط. هذه المعركة دي اللي خاضها المحامين واللي دافع عنها المحامين، مش من قبيل الوجاهة ولكن من قبيل تثبيت القيمة اللي احنا بنؤكدها، لأن المحاماة كما حرص الدستور على تقديرها احنا أولى الناس بالحفاظ على هذا التقدير ودعمه، وأن نكون عند حسن الظن في الأداء، بألا يكون من بيننا كل من معنا من المحامين المشتغلين، وأن تكون موارد نقابة المحامين كل الموارد لكل المحامين المشتغلين دون سواها مهما كانت التبعات. صحيح بيحصل أخطاء في بعض انفلاتات يمين وشمال، كل يوم بنسمع فيها فلان حصل كذا، فلان الفلانية حصل كذا، احنا ما نتوقفش، أي خطأ يصل إلينا أنا مسؤول عن تصحيحه، أنا ومجلس النقابة مسؤولين عن تصحيحه، لأنه وارد أنه واحدة تلتحق بنقابة المحامين زي اللي احنا جمدنا قيدها من مقيدة من 2001 ومعها كارنيه واستطاعت أنها تجدد بطريقة غير صحيحة، جابت توكيلات مزورة ومستندات مزورة وديناها النيابة وأوقفنا القيد، وبنحقق الآن مع المسؤول عن الذي دعمها في تقديم هذه الأوراق، ومش هنسيب واقعة واحدة دون تحقيق. وأنا بقول لحضراتكم أنا وزملائي أعضاء مجلس النقابة مسؤولين عن تصحيح أي خطأ ومحاسبة أي مسؤول مهما كان هذا المسؤول عن أخطائه في حق المحاماة وفي حق القيمة اللي احنا بنسعى إلى تحقيقها وإلى تأكيدها. كان هذا التأميم للمحاماة هو اللي ساعدنا على أننا نحفظ موارد نقابة المحامين، هو ده اللي ساعدنا على أنه بالرغم من قلة عدد المحامين الآن المسددين للاشتراكات الآن عن السنوات السابقة من 16 وما قبلها، إلا أنه مواردنا زادت. ليه؟ لأنه انفقنا على غير المحامين تقريبا انعدم، فأصبح الإنفاق بقدر المحامين. استطعنا أن احنا نرفع سقف الاحتياط النقدي لنقابة المحامين عشان يبقى أكثر من 600 مليون جنيه. احنا مستهدفين السنة دي بإذن الله أن احنا نقفل مليار احتياطي مالي ونقدي لنقابة المحامين. مستهدفينه بالترشيد وبتعميق الموارد. احنا النهارده دخلنا على الدمغة الإلكترونية، خلاص دخلت تقريبا في اغلب المحافظات الوجه البحري، وقريبا هننتهي من كل الجمهورية بالتدريج خلال شهر او شهرين على اكثر تقدير. ده هيضاعف حجم دمغة المحاماة ومواردها اضعاف مضاعفة. ايضا اتعاب المحاماة لما فعلنا ادوات التحصيل، احنا مدخلين في التعديل الجديد في قانون المحاماة تحصيل هذه الاتعاب مقدما بمعرفة النقابة،
علشان نضمن دخولها مباشرة لصندوق نقابة المحامين. احنا ايضا داخلين على تعظيم موارد نقابة المحامين من خلال استخدام منشآتنا وانديتنا بشكل اقتصادي يدي الدخل الذي يدعم به صندوق النقابة، صندوق المعاشات وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. زي الغردقة اللي احنا انتهينا تقريبا من تصور اقتصادي رفيع المستوى هنباهي به المجتمع السياحي في منطقة الغردقة كلها او في البحر الاحمر كله. بنطور جليم علشان نستخدمه في اسكندرية. هنطور المعادي المقر الحالي بعد ما ننتهي من اجراءات القيود. مبنى نقابة المحامين الجديد اللي بدأ يظهر فوق الارض 90% منه هيخصص لتدبير موارد لنقابة المحامين، هيخصص مقابل انتفاع علشان نجيب دخل، علشان احنا طبعا احتياجاتنا هنستوفيها من المبنى بشكل اقتصادي، لكن الجزء الاكبر هيتم استثماره علشان يعمل دخل للمحامين، لان احنا مش بنرمي الفلوس وخلاص. احنا انهينا في المنيا مبنى جديد في نقابة المحامين هنفتتحه قريبا، برضه هيبقى بذات الامر هيدخل لنا ان شاء الله موارد كثيره جدا نتيجه هذه الاستثمارات اللي باموال المحامين. ده معناه انه داخلين على مشروع ضخم فيه تنميه كل استحقاقات المحامين. احنا نجحنا الفتره اللي فاتت في زيادات كبيره جدا لمعاشات المحامين، زياده ضخمه حوالي هي تقريبا تضاعفت، ضعف التكاليف تقريبا بنسددها الان عشان نوصل لرقم 2000 جنيه في الشهر ابتداء من السنه دي. من يناير اللي فات بدا تطبيق المعاش الجديد على حالات اللي استحقت المعاش بزياده دوريه 5% كل سنه. ايضا هذه الزياده تسري على كل المعاشات القديمه اللي احنا زودناها ايضا، اللي طبقا للقانون لابد ان تظل على 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 حالها، لكن احنا مجلس نقابه المحامين قرر انه يعود بالخير او بعض الخير الذي الم بالمحامين لصالح اسر وابنائنا المحامين المتوفين، علشان نحمي المحامي واسره المحامي. احنا داخلين على تصور باذن الله لن ينتهي هذا العام قبل زياده جديده في المعاش، لابد ان نرتب لها ترتيبا جيدا عندما نضمن المدخولات اللازمه لتحقيق هذه المساحه. في العلاج احنا ضعفنا العلاج اصبح ضعف ما كان عليه الحال قبل ذلك. في سنه واحده قفزنا الى 100%، فبقى بنقدم خير المحامين للمحامين. بعد ما كان هذا العطاء بيقسم لشركاء اخرين لا يستحقوا ان يشاركونا في الاقتصاد. ايضا احنا مستهدفين زياده جديده في العلاج، زياده جديده من خلال الاستثمارات الجديده والمشروعات الجديده اللي احنا دخلنا فيها، واللي نقابه المحامين اصلا لن تساهم فيها بمليم واحد، لكي تكون هذه موارد مضافه وقيمه مضافه لاملاك النقابه العقاريه والاستثماريه. باذن الله لا هي متوقفه ولا هي متعسره ولا هي في حاجه ابدا، الدنيا تسير في سيرها الطبيعي، وباذن الله هنعلن عن مواعيد البدايات القادمه لهذه المشروعات علشان نعظم القدره والقيمه الاقتصاديه لموارد نقابه المحامين. ده ما يعنيش ان احنا انجزنا كل حاجه وان المحامين او نقابه المحامين ادت ما عليها، لا، احنا ما زلنا في مرحله التقصير، ما زلنا مقصرين، وانا شخصيا اعترف ان احنا مقصرين لانه ما وصلناش للارقام اللي احنا نتمنى ان نقدمها للمحامين ولا للخدمات من حيث الكيف الذي يمكن ان نسعى الى تقديمه للمحامين ولا للدعم الذي يجب ان نقدمه لكل المحامين. لكن احنا بدأنا في الطريق ولن نتراجع عنه باذن الله. من اجل هذا احنا حريصين ان احنا نخلق علاقه متينه بين النقابه العامه والنقابات الفرعيه علشان الدنيا تسير في 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 طبقا لنظريه الاوان المستطرقه.
في اتجاه واحد، ما يقدم في النقابة الفرعية هو مرفوع عن النقابة العامة، وما يقدم من النقابة العامة مرفوع عن النقابة الفرعية، لأن احنا في النهاية بنكفي بعضنا البعض وبننوب عن بعضنا البعض. دي مسيرة طويلة، مسيرة من الـ من الـ من العمل المضني اللي مجلس النقابة بإذن الله مش هيتخلف عنه. احنا ايضا مستهدفين في التعديل التشريعي الجديد ترسيخ القيمة الحمائية اللي خلقها نص المادة 198 اللي أكدت عدم جواز القبض على المحامي أو حبسه في جرائم السب والقصف والإهانة في جرائم الجلسات أثناء الجلسات أثناء أمام المحكمة. التعديل شمل أمام المحكمة وأمام جهات الاستدلال وأمام جهات التحقيق علشان نضمن أن الحماية تفضل متتبعة المحامي طول ما هو بيشتغل، مش بس عند هذه المرحلة، لا ده احنا ادخلنا نص ايضا تطبيقا لمادة 198 يحمي المحامي اثناء عمله لما بيشتغل في اسم الشرطة او في النيابة مع خصم من الخصوم ضد اخر، غالبا ما يقابل من احد الخصوم باتهامه هو بانه شريك في الفعل او شريك في الجريمة او شريك في المعركة، فيتم احتباس او احتجاز المحامي مع باقي المتهمين. النص الجديد لا يجوز القبض على المحامي في بلاغ يقدم اثناء اداء عمله ولا حبسه احتياطيا، وانما يقدم البلاغ للمحامي العام الاول المسؤول عن تلقي هذا البلاغ وتحقيقه ان وجد هناك مقتضى حققه، وان لم يجد كف الامر لنحمي المحامي من الكيد الخصوم امام المحكمه الجزئيه او امام النيابه الجزئيه او امام حتى النيابه الكليه، من اجل ان نزيد من مساحه الحماية للمحامين. أيضا لكي يعني تتكافأ المقاصد مع ما نصب إليه، إحنا وضعنا مشروع أكاديمية المحاماة. مشروع أكاديمية المحاماة هي أكاديمية سوف تبدأ بإذن الله طبقا للمشروع في 2022 هيسري قواعدها، لن ينضم لنقابة المحامين اعتبارا من عام 2022 بإذن الله إلا من حصل على دبلوم الأكاديمية الصادر عن أكاديمية المحاماة، بمعنى أنه أي حد هيبقى معاه لسانس حقوق واخد أي تقدير تضع النيابة هيبقى في النيابة، لكن في المحاماة مش بس تقدير، ده لازم كمان يبقى مجتاز هذه الدبلومة أو مجتاز هذه الأكاديمية علشان نرفع من القيمة ومن الكينونة ومن القدر والمقام والقامة للمحاماة وللمشتغلين بأعمال المحاماة، من أجل أن نرفع من شأن هذه الرسالة ومن شأن هذه المسؤولية. لذلك كان المشروع، وبإذن الله إحنا نتعشم أن ننتهي خلال هذه الدورة، أن إحنا نضع نقابة المحامين على مكانها الصحيح، على مكانها الصحيح. إحنا بنخوض معارك شرسة، أنتم بتخوضوا معارك شرسة، أنا ممتن بمشاركتكم لنا في جلسة المحكمة اللي حدثت في جنوب القاهرة في زينهم في معركة التعليم المفتوح، اللي اعتبرت ان دي المعركة اللي خرج فيها معدن المحاماة بوضوح. انا كنت زمان اقول المحامين معايزة التنقية معانا في مواجهة التعليم المفتوح، لكن مش عايزة تعمل معارك، مش عايزة تبان. ظهرت في المعركة دي، انا شفت المحامين وحماس المحامين، مش بس اللي وصل المحكمة، المحامين اللي كانوا في المحاكم بيتابعوا زملائهم معايا في المحكمة، أنا كنت حاسس بحضورهم، كنت حاسس بارتباطهم بالمعركة، كنت حاسس بإحساسهم بأهمية المعركة. كل محامي في مكانه، كل محامي كان معايا في المحكمة كان بيدافع عن نفسه، وكان بيدافع عن قيمته وعن رمزه وعن المحاماة وعن نقابته، عن أشياء كثيرة اختلطت ببعضها البعض. أنا ما أذهلني هذا الحماس وهذه المحبة وهذا الاحترام اللي شفت فيه محامين أصلاً لا تتحرك إلا للضرورة القصوى شاهدتها في المحكمة، جاية من أسوان لإسكندرية ومرسى مطروح. أنا شفت وجوه أصلاً ما بتروحش رحلات، ما بتروحش مؤتمرات، ما بتشاركش في أي مناسبة عامة، لكن في ناس جت في يوم 15 يناير
علشان تدافع عن نفسها، علشان تدافع عن نقابة المحامين. أنا شفت ده، شفت ده في عيونهم، وشفت ده في قلوبهم، وشفت ده في أدمغتهم. دي القيمة اللي تخلينا نقول إن إحنا على الطريق الصحيح، هي دي المحاماة، وهم دول المحامين اللي إحنا مستهدفينهم، واللي إحنا كنقابيين لآخر لحظة في حياتنا المهنية، في حياتنا النقابية، هنفديهم من أجل أن نحقق صوالحهم، ومن أجل أن نحقق قيمة المحاماة. لا أستطيع أن أنهي ملف الحديث عن الحديث الشأن النقابي إلا بالتأكيد على أنه تكريم للمحامين تكريم وشكر، شكر، شكر للمحامين الكبار اللي كانوا نموذج محترم للمحاماة، لأنه كل محامي محترم في حياته بيدي درس للآخرين من غير ما يبذل مجهود، من غير ما يقول، من غير ما يتكلم. المحامي الذي يسير على الأرض بقيمة المحاماة هو يعطي رسالة لكل من حوله ولكل من يتتبعه. دي القيمة اللي تستحق الشكر الآن. قبل أيضا أن ننهي هذا الملف، أنا يعني امبارح كان في حد حديث لواحد اسمه كيشنر ولا كيتشنر ولا اسمه زفت ده، اللي هو جوز بنت كوشنر، اسمه ايه؟ كوشنر، كوشنر جاتو نيل، بيروح إسرائيل كل يوم. هذا الرجل، هذا الكوشنر بيخطط لمستقبل المنطقة، بيقول ايه؟ خلاص مفيش، القدس، القدس دي هتبقى عاصمة أبدية لإسرائيل، ومفيش رجوع للاجئين الفلسطينيين، ومفيش حد يكلمنا عن قضية فلسطينية. كلام يدمي القلوب ويجرح العقول، وأيضا ينال من كرامتنا، لأنه ده استخفاف، استخفاف حتى لو كل حكام العرب قبلوه، إحنا كمحامين لا يمكن نقبله، لا يمكن نقبله. أي حد، أي حكومة تقبل تعاهد إسرائيل وتصالح إسرائيل وتصادق إسرائيل وتسامح إسرائيل وتتنازل عن فلسطين، إحنا مش ملتزمين. إحنا المحامين مؤمنين إن فلسطين، كل فلسطين هي فلسطين العربية، من النهر للبحر، من سوريا لسيناء. كمان ما احناش مؤمنين خالص بحكاية القدس الشرقية والغربية، مكذوبة. القدس ما ينفعش تتقسم يا اخوانا، ياخدوها يا ناخدها، بس احنا هنموت علشان ناخدها، لانه القدس اللي احنا بنؤمن بيها هي دي ثالث الحرمين، دي عاصمة فلسطين، مش ممكن تبقى عاصمة اسرائيل. لو العالم كله اعترف فيها احنا مش هنعترف بيها، هنخلي ولادنا يؤمنوا بده. احنا عجزنا، ولادنا مش هيعجزوا، حتى لو ولادنا ما قدروش، اولادهم هيقدروا يستردوا ارضهم ويستردوا كرامتهم ويستردوا شرفهم. احنا قضيتنا واضحه، احنا ما احناش ما 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 يعني اسرى لاي عنوان سياسي في اي حته، في اي منطقه. منطقتنا العربيه بتجزأ لصالح اسرائيل، منطقتنا العربيه بتباع لصالح إسرائيل، منطقتنا العربية أمريكا بتقسمها كما تريد لحساب إسرائيل، الربيع العربي والربيع غير العربي لصالح إسرائيل الآن بيقسم لصالح إسرائيل. المطلوب أن تنهار مصر وتنهار العراق وتنهار سوريا وتنهار السودان وتضيع ليبيا من أجل إسرائيل. لذلك إحنا واضحين تماما إحنا ضد إسرائيل، وإحنا أيضا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وضد كل سياساتها في المنطقة. دي رسالة المحاماة، رسالة الكلية، الإيمان الكلي للقضية. ده ملوش علاقة بالانتماء السياسي، لا له علاقة بإنك شيوعي ولا اشتراكي ولا نصيري ولا وفدي ولا لا لا لا. دي الوطنية المصرية اللي نقابة المحامين اتبنتها وتتبناها، وده اللي أنا أوصي بيه أبنائي من طلاب معهد المحاماة. استمسكوا بحب الوطن وبقيمته وبثوابته كما تستمسكوا بحب المحاماة وبثوابتها وبتاريخها، وأيضا بالثقة في أنفسكم وفي الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول أن المحاماة بكم سوف
يعني تنتصر وسوف تعزز دور الأمة وسوف تضيف القيمة الحقيقية عن ورثناها عن أسلاف عظام عاشت المحاماة للوطن وعشتم لنقابة المحامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.